الجولة الثامنة تعادل مع الرفاع الشرقي 2-2. هنا تياغو مرور، يا سلام، يتقدم يحاول فيها يهيئها للاعب الموجود، والصافرة الآن، الصافرة موجودة من جميل جمعة، وركلة جزاء يعلن عليها حكم المباراة جميل جمعة بعد مجهود كامل تياغو والمجهود الرائع اللي عمله، وهنا محاولة ومن ثم هنا إيمان ويل والتدخل أيضا وعن طريق ركلتي جزاء. هل يسجل ثالث أهداف الآن؟ يتقدم محمود جاسم يحاول تسديد الكرة، جول التعادل، جول التعادل المنامة بالفعل في الدقيقة 21، في الدقيقة 21 بالفعل محمود جاسم الآن يسجل، شاهد التقدم، خذ الثقة وسددها على يسار حارس المرمى.